البرنامج. الأحبة الكرام، نختم مع شخصية شكلت هوية جميلة. يمكن أنا وكثير من الناس أول ما نسمع هذه الأصوات بشكل عام أو صوت هذا القارئ على وجه التحديد يتبادر إلى ذهننا على طول قبل الإفطار في رمضان. هو طبعا شخصية مميزة، ولد في عام 1922، توفي في 62 يعني عند قيام ثورة 26 سبتمبر. سجل مجموعة من الآيات القرآنية أو الصور اللي يعني الآن بنسمعها قبل الإفطار في قبل 62 طبعا في الإذاعة أثناء تشكيلها في 47. أحبتي الكرام، لعلكم عرفتم هذه الشخصية، هو شخصية محمد حسين القريطي، هو من أبناء صنعاء ولد فيها وتوفي فيها. بنختم مع هذا الصوت الجميل اللي دائما بيذكرنا برمضان ويربطنا طبعا ببلادنا الحبيبة. أشكركم جزيل الشكر. أنا بالنسبة لي اليوم في هذه الحلقة أختتم معكم بتوقيت صنعاء، فاضل إن شاء الله حلقة مع الزميل عيسى إن شاء الله يوم السبت. ألقاكم بإذن الله تعالى في رمضان ومن أول أيام شهر رمضان إلى نهاية رمضان عبر برنامج شبابيك. إلى اللقاء. بسم الله الرحمن الرحيم. بلغوا المدخلوا وأذنوا القرية فكلوا بلا حيث شئتم وغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة يغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. فلم يغني عنهما من الله شيئا. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم